بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. اتطلب مني إن أنا أصور سجاد الصلاة بس للأسف مش عليه تخفيض. اتطلب مني كذا مرة والأخت قالت لي أنت نسيتيني ومصورتيش سجاد الصلاة المبطن، يعني أديني جيت مخصوصة عشان أصوره بس للاسف ما علوش تخفيض، وهصور لكم الشرش في الصاله برضه. هنا في مصليات مخمل، هي برضه تعتبر مبطنه اهي، وما شاء الله الوانتها جميله. هي دي على 17 ريال، انا عايزه افردها عشان تشوفوها، وكبيره ما شاء الله ولونها جميل ولونها نبيتي غامق، بس هنا في الكاميرا باينه ان هي فاتحه. الشرشف قصدي سجادة الصلاة دي على 17 ريال ومتبطنة اهي. عايزة اوريكم السعر، 17 ريال وربع اهي، 17 ريال. متوفر منها ما شاء الله اللون الاخضر، جميل جدا اللون الاخضر، والملمس بتاعها جميل، مخمل جميل والله، لونها جميل جدا ما شاء الله اللون الاخضر ده، والرسمه جميله جدا. افردها اوريها لكم تشوفوها برضو اهي يا جماعه، 17 ريال اهي، ممكن بره تلاقوها اغلى، هنا في تخفيضات العائله ب 17 ريال اهي، جميله جدا وكبيره ما شاء الله، كبيره ومتبطنه ب 17 ريال. كده اني فردت النبيتي وفردت الاخضر، والرسمه بتاعتها جميله برضو اهي. ادي الالوانات المتوفره منها، البنفسجي اهي، البني، بني غامق، الازرق اهو، هما دول الالوانات المتوفره منها. في الشكل ده على 20 ريال اهي، اوريها لكم برضو. بسم الله، معلش يا جماعه انا اسفه، دي على 20 ريال اهي، لونها حلو برضو، ودي ازواق بس انا شايفه الساده احلى. دي على 20 ريال ومتبطنه من ورا اهي برضو اهي، ده من الخلف متبطنه برضو اهي، والاخضر الطبطنه بتاعتها اهي حلوه، الاخضر تحس ان الطبطنه بتاعتها قوية. دي على 20 الملونة دي، والسادة على 17 ريال اهو. هنا الرسمة دي المصلية ما شاء الله جميلة، الرسمة دي رسمة الكعبة اهي، دي على 17 ريال وربع برضو، كبيرة اهي ما شاء الله، كبير. متوفر منها، متوفر منها الالوانات دي اهي على 17 ريال وربع، ودي قلنا ب 20 ريال. متوفر منها الاخضرات دي والبني. هنا شرشف، دي شرشف صلاة اهي، دي على كام؟ دي زي على 17 ريال وربع. هنا ادي شرشف صلاة اهو، ده اهو قماشته ما شاء الله زي القطم يعني اهو، ومعاه سجادة الصلاة بتاعته، شرشف بسجادة الصلاة. هشوفه لكم بكام. وحافظ المصحف، جراب حافظ للمصحف اهو ما شاء الله، يعني ايه ده بيبقى ايه بالطرحه بتاعته، الشرشف الصلاه بالطرحه بتاعته، وفي سوسته من النص اهي اهو. الطقم ده كامل هشوفه لكم بكام واقول لحضراتكم. اسال مين اهو، طويل ما شاء الله، والقماشه جميله جدا. بالنسبه يا جماعه للقطم بتاع شرشف الصلاه الاسعار متفاوته،
يعني في واحد اهو هو زيه على 59 ريال. النبيتي ده الطقم ده على 59 والطقم ده على 48 اهو 48 ريال. برضو شرشف صلة اسدال صلة يعني اسدال صلة وسجادة وحامل مصحف توفر منه الالوانات ده. متابعينا الكرام يلجا الانتباه ان صناديق المحاسبة سوف تقلق بعد 10 دقائق. دي بقى مفروشات صناديق المحاسبة سوف تقلق بعد 10 دقائق وذلك لانتهاء فترة الدوام. أرجو زملائنا الكرام التوجه إلى صناديق المحاسبة. بقول لك يا ابو علي ايه السجاده دي مبطنه اهي في المعروضه يا شباب. دي على 25 ريال. اهي دي على 25 ريال. اسفنج قوي يعني بنزل لك لك 20 هديه. شرشف الصلاه اشكال والوان بصراحه. طقم صلاه اهو طقم صلاة اهو 59 و49. ده الطقم ده 3 قطع. طب قول كده ده ب65 يا جماعة اهو. وده 2 قطعة ب48 ريال. انا قلت 3. وده 3 قطع ب59 ريال. الشكل ده في ايه تاني؟ تقدر انه ما في العالم 48 48. بس الالوان ده بس هو اخر واحد اللي متعلق هذين. ده بشوف لك اذا تبي نختم هنا يا جماعه ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله في جوله جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهو كل ده السجاد اللي موجود في... طب وده برضو سجاد؟ هذا برضو سجاد. بكام السجاده دي؟ في سجاد متبطن اهو يا جماعه. كنت ربنا يستر وما يقحش حلوه اللون النبيتي دي اهي. دي سجاده اهو يا جماعه تقيل جدا يعني. اهي دي بكام؟ ب25 ريال متهيألي صح؟ ب25. ماشي حاضر حاضر يلا على 25 اختها اهي. وين اختين؟ اللي هي البيج دي. ايوه مكتوبه لا اللي هي هناك دي. ب25 ايوه. صح؟ ايوه على 25 ريال يا جماعه اهي متبطنه اسفنج تقيل. نختم هنا ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله في جوله جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.